المنعم، كابتن محمد حشيش، كابتن أسامة حسني، نتكلم عن مباراة منتخبنا الوطني ضد منتخب أوغندا. كابتن شريف، ألف مبروك 3 نقاط وتصدر منتخبنا الوطني لهذه المجموعة، عن جدارة واستحقاق ولا لا؟ لا، بأقل مجهود الحقيقة يعني وبتوفيق، بعدم توفيق فرقة أوغندا. احنا بأقل مجهود بنلعب في الملعب، عندنا علامات فردية بنحاول نستغلها. احنا من كل مباراة بنيجي نتكلم بنرجع لأكتر مرحلة لورا أكتر، يعني مفيش النهاردة أداء غير 3 4 كور في الملعب، منهم واحدة اللي هي بتاعت الهدف الثاني اللي هي كانت الهوية بالنسبة لنا، أو فتحة الملعب بالنسبة لنا، أو التحرك الوحيد اللي كان فيه شكل كورة يعني، وجبناها جول لأن كان فيه كذا حد داخل، محمد صلاح بيحاول يحطها، محمدي جاي من ورا بيوقفها. هو ده الشكل اللي الناس عايزاه، ده الشكل اللي لازم ألعب بيه 90 دقيقة، أو الشكل اللي أنا هلاعب بيه الفرق الكبيرة اللي هي لا ترحم، اللي هي عندها زي ما بنتكلم شراسه في الاداء في نص الملعب، اللي انت نص ملعبك لحد دلوقتي يعني عامل زي الرسم البياني ماشي كده وطالع لفوق كده وعلى الجنب، مش مثلا زي ما كنا بنقول النهارده التغيير في العمود الفقري بتاع الفريق نفسه، ان احنا هنشوف شكل في نص الملعب الفقري يعني العمود الفقري. يعني في حاجه اصل لفتت نظري قبل ما نكمل مع حضراتكم كلام، ان افضل لاعب في المباراه احمد المحمدي. لا انا في رايي الهدف، عشان الهدف يعني اللي جابه لا، بس انا في رايي لا يعني لو